بعد أسبوعين على الخطاب الملكي الذي انتقد بشدة الخدمات التي تقدمها بعض القنصليات لمغاربة الخارج، ودعا إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات، وزارة الخارجية والتعاون تبدأ في إصلاح العمل القنصلي عبر تكوين 40 إطارا شابا من الوزارة لا يتعدى عمرهم 30 سنة لمدة 3 أشهر، على أن يتم توزيعهم فيما بعد على مختلف القنصليات المغربية بالخارج. يعطيوا أولا دم جديد بمنظور جديد برؤية جديدة كتمشى مع التوجيهات الملكية السامية وكتمشى مع الأولويات والمنهجية اللي حددناها. دور كذلك اللي غادي يساعدوا تبسيط المساطير اللي خدامين فيها. انتم شفتوا الدوريات اللي خرجت سواء فيما يخص كل العراقيل المرتبطة والصعوبات اللي كتعاني منها الجالية. تبسيط المساطير وحل هذه الإشكاليات مع منظور جديد لجيل جديد في تفاعله وتعامله واستيعابه لواقع الجالية المغربية ومغاربة المقيمين بالخارج. ثقافة العمل القنصلية الجديدة التي تسعى الوزارة إلى سنها تتوخى تجاوز النظرة التقليدية للقنصليات حتى تكون في خدمة المواطنين المغاربة بأرض المهجر، وحتى تعمل الأطر الجديدة بمعية الأطر الأخرى المتواجدة على تجاوز الهفوات التي أشار إليها الخطاب الملكي الأخير. العمل القنصلي بحسب الفلسفة الجديدة يتجاوز ثقافة الموظف والمنصب إلى بعد آخر، هو المواطن الذي يسعى لتسهيل العيش على مغاربة العالم في دول إقامتهم. إذا إن شاء الله نحن سنتكون لمدة 3 أشهر في الشؤون القنصلية وطبعا الأشياء أخرى، وإن شاء الله سيكون لنا دور بالنسبة لخدمة الجالية المغربية الخارج. 40 إطارا سيتم تطعيم القنصليات بهم للقطع مع مظاهر البيروقراطية الإدارية التي اعترضت لمدة سبيل كثير من المهاجرين المغاربة. هي دفعة أولى، ستليها دفعات أخرى تتوخى تكريس التشبيب في العمل القنصلي.